بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على الانترنال. الانترنال كأكسس موديفاير في الحقيقة هو اعتبره انت بالظبط كده اكنه بابليك بالظبط، مع فارق وحيد ان هو كل مجموعة كلاس حصل لها بيلد او اشتغلت معا دي يقدروا يشوفوا الانترنال. اي حاجة تانية من بره ما ينفعش، اكنه بروجكت، اكنه بتشاف جوه نفس البروجكت خلاص. لكن لو في بروجكت تاني بيستدعي بروجكت تاني ما يشوفش حاجات الانترنال. بس الانترنال كلاس، وعملت كلاس سميته انترنال كلاس، وجوه برضو على مستوى الممبرز الداخليين اقدر اعرف فاريبل عادي برضو انترنال، معناها ان ايه؟ متشاف عادي في كل البروجكت بتاعك. انت رايح جاي في نفس البروجكت ما عندكش مشكله، لكن لو في بروجكت تاني بيستدعي البروجكت بتاعك لا ما يتشافش. وده مهم جدا بالذات لما اكون بنعمل حاجات ثيرد بارتي، يعني حاجات بنعملها عشان الناس تانية تستخدمها وانا عايز استخدمها بحريتي، لكن مش عايز ادي الناس اللي هتستخدم البروجكت بتاعي تشوف الحاجه دي خلاص. فالانترنال كلاس لو عملت اوبن، انا عايز اشرح حاجه تانية خلاص، احنا فهمنا فكرته، لكن عايز اشرح حاجه تانية. طب في الوراثه، في اي مشكله في الوراثه؟ قال لك ما ينفعش كلاس يورث من كلاس انترنال الا لما يكون زيه انترنال. يعني السوبر كلاس لو انترنال يبقى على طول الكلاس اللي هو هيورث منه لازم يكون انترنال. ليه؟ طالما انا كلاس بابليك وبورث من انترنال، معناها ان الناس اللي بره اللي يعني ما حد يجي يستخدمنا كلنا الكلاسز من بره، هيجي يستخدم البابليك، البابليك مش هيقدر يشوف البروتكتد، فهتبدا تحصل مشاكل. فلازم يكون على الاقل بروتكتد زيه. فلما جيت عرفت انذر كلاس وعملت انترنال كلاس ضرب مني صح وطلع ايرور، او ما كتبت قدامه كلمه انترنال قال لي كده مفيش مشكله، يبقى كده انترنال كلاس يقدر يشوف الانترنال ايه، الانترنال كلاس.